اعتبروا سيلفي كمرض أو اضطراب عقلي. شلون؟ مرحبا. بنهاية عام 2013 اعتمد قاموس أكسفورد الإنجليزي كلمة سيلفي هي عبارة عن صورة ملتقطة بواسطة هاتف ذكي مزود بكاميرا أو ويب كام ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني صارت كلمة سيلفي هي كلمة معرفة بقاموس أكسفورد. زين ليش بس هاي الكلمة أو هاي الكلمة وحدها اللي هي معرفة بقاموس أكسفورد؟ لا، كلمة أنلايك اللي موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي اللي هي صنفوها ككلمة لا يعجبني اللي اعتمدوها بقاموس أكسفورد. والكلمة الثانية هي كلمة بيتكوين. بيتكوين يعني العملة الإلكترونية اللي كنا سمعنا بيها وأكيد أنتوا سمعتوا بيها. قبل كنا دائما من ناخذ صورة أكو أحد يأخذ لنا صورة بكاميرا معينة، لحد ما أجا الموبايل وزودوه بكاميرا أمامية وصرنا نلتقط صورة لنفسنا. لذلك سموا هذه الحركة بسيلفي، يعني معناها السيلفي إجا بآخر كم سنة. بس أنا دورت لكم على أقدم سيلفي بالتاريخ. تعرفون إيش وقت كان؟ أول سيلفي بالتاريخ كان عام 1839 اللي هي كانت لروبرت كورنيلس. أكيد تشوقتوا تشوفون أول سيلفي بالتاريخ. تعالوا نشوفها سوية. هاي كانت أول صورة سيلفي بالتاريخ يلتقطها شخص. وهسه راح أخذكم برحلة الأكثر ثلاث هاشتاقات مشهورة بإنستغرام للسيلفي. هاشتاج سيلفي بالإنجليزي من أكثر الهاشتاقات المشهورة بإنستغرام واللي منشور عليه أكثر من 340 مليون صورة. أما هاشتاج سيلفيز اللي هو جمع السيلفي منشور عليه أكثر من 20 مليون صورة. ثالث هاشتاج مشهور ويانا اليوم على إنستغرام هو سيلفي ساندي اللي منشور عليه تقريبا 9 مليون صورة. هاي كانت أكثر ثلاث هاشتاغات مشهورة ويانا على الإنستغرام بالنسبة للسيلفي. أما هسه راح نروح لأكثر الدول العربية اللي مشهورة بالتقاط السيلفي. الدوحة عاصمة قطر أكثر دولة مشهورة بالتقاط السيلفي بالنسبة للدول العربية واللي هي ترتيبها عالمياً 42. أما بالمرتبة 63 عالمياً فتجي دبي، وبالمرتبة 87 عالمياً هي أبوظبي. هاي الثلاث مناطق هي الأكثر التقاطاً للسيلفي بين مناطق الدول العربية عالمياً. زين تعرفون شنو أكثر سيلفي انتشر بالعالم؟ هو السيلفي اللي صورته الإعلامية إيلين دي جينرس بحفل الأوسكار الأخير اللي حصل تقريباً على 4 مليون ريتويت على تويتر. أما نجي هسه إلى الشيء المضحك المبكي اللي هو اعتبروا سيلفي كمرض أو اضطراب عقلي. شلون؟ أعلنت الرابطة الأمريكية للطب النفسي APA رسميا أن التقاط صورة سيلفي هو اضطراب عقلي وتتقسم إلى ثلاث حالات. الحالة المزمنة إذا أنت أخذت باليوم 6 صور سيلفي ونشرتهن على مواقع التواصل الاجتماعي معناها أنه أنت عندك اضطراب عقلي ويسمى سيلفيست، ويتقسم إلى ثلاث مستويات. أول مستوى اللي هو المستوى المزمن، إذا كنت تصور 6 صور يوميا سيلفي وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فتأكد أنه أنت عندك اضطراب عقلي مزمن سيلفيست، وهذا الشيء يوميا نشوفه بالمشاهير اللي لازمين الكاميرا الأمامية ويأخذون صور بالهبل. فيا مشاهير أنتوا عندكم اضطراب عقلي مزمن اسمه سيلفيست، تلاحقوا نفسكم. أما المستوى الثاني فهو يعتبر حاد اللي هو إذا أخذت 3 صور يوميا ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي فتأكد أنه أنت عندك اضطراب عقلي حاد بمرض سيلفيست، ويعتبر ضمن حدود إذا أنت كنت تصور يوميا 3 صور بس ما تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك أنت تكون طبيعي بالنسبة لهاي الحالات. بالنسبة لي أنا يوميا لو أصور صورة لو ما أصور، لذلك الحمد لله أنا مشافة معافى من هذا المرض. أما أنتوا قلونا شنو وضعكم بالنسبة لهاي الثلاث حالات، هل أنتوا مزمنين أو حاد أو مسيطر عليه؟ خلينا نشوف حالاتكم قد تصورون يومية سيلفي. أكيد كلنا عندنا صور سيلفي حلوة، ضيفوني على السناب شات والإنستغرام ودزولي صوركم سيلفي أنتوا ملتقطيها، وراح أنزل ألبوم كامل بالصور اللي توصلني على الإنستغرام وأخلي حساباتكم تحت الصور كلها. فخطوة حلوة وخلونا نسويها
ونتونس سويا. هذه كانت احصائياتنا وارقامنا اليوم. اذا عجبتكم اضغطوا لايك وشير، والله يزيد الخير. اشوفكم بفيديو لاخر. سلام.